النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس الله أوقاتكم بكل خير، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية اليومية التي نقدمها لكم من طقس العرب. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة هي حرارات حول المعدل خلال بداية الأسبوع، وبالتالي طقس الصيف يأتي متوقع، لكن هناك انخفاض على درجات الحرارة اعتبارا من يوم الأربعاء. نبدأ نشرتنا كالعادة بصور أقمار صناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، وتظهر خلو عموم منطقة بلاد الشام وشرق البحر الأبيض المتوسط من الغيوم، باستثناء بعض الغيوم المنخفضة التي تتشكل بشكل يومي خلال ساعات الصباح الباكر في العديد من المناطق، خاصة فوق جبال لبنان وشمال فلسطين وأيضا شمال المملكة وسواحل سوريا. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع درجات الحرارة السطحية من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس، يومي الاثنين والثلاثاء يلاحظ استمرار لدرجات حرارة حول معدلات يعني مثل هذا الوقت من العام، طقس صيفي اعتيادي، لكن اعتبارا من يوم الأربعاء تنخفض قليلا درجات الحرارة لتصبح أقل بقليل من معدلات يعني مثل هذا الوقت من العام، وبالتالي يصبح أيضا الطقس صيفي معتدل هذه المرة، وتنخفض درجات الحرارة ليلا يسود طقس مائل للبرودة خاصة في المناطق الجبلية والسهلية. نعود للعاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود طقس صافي مع 20 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم الثلاثاء 30 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 20. يوم الأربعاء تنخفض قليلا لتسجل 28 درجة مئوية، أما الصغرى 19 درجة مئوية. ويوم الخميس 27 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 18 درجة مئوية. لا بأس أن نستعرض وإياكم هذا الفيديو في نهاية نشرتنا من تركيا، حيث لقي 8 أشخاص حتفهم بسبب السيول بمنطقة البحر الأسود بشمال تركيا، وفقد 10 آخرون حيث تشكلت السيول عقب هطول الهطول الغزير للأمطار، والتي وصفت بأنها غير معتادة، فيما أظهرت لقطات مصورة من إقليم جيرسون شمال البلاد حجم السيول التي شهدتها المنطقة. في هذا الفيديو ننهي نشرتنا، إلى اللقاء. Ne ki bu? Bu nasıl gidecek ki? Nasıl düzelecek bu? Bu şeyler...